وكعادة المجرمين تاني مرة وكما فعل في زيارته السرية لمصر وتونس، وصل بيونس آيرس في انصاص الليالي كأول من يصل من الزعماء العشرين. ولأنه مجرم من الممكن أن تطلبه العدالة في أي وقت، لم يجرؤ أن يسكن في الجناح المخصص له في واحد من فنادق السبع نجوم في العاصمة الأرجنتينية. ابن سلمان كان الوحيد من الزعماء العشرين اللي أقام وبات ونام في سفارة بلاده. أيوة، رغم الدعم الصهيوني والتطمينات والتوكيدات الأمريكية أنه لن يقترب منك أحد، ورغم تأكيدات الحكومة الأرجنتينية له أن النيابة العامة تستطيع فعلا أن تصدر قرارا بالقبض عليه، لكن الحكومة هي من تحرك القوات ونحن لن نحرك أي قوات. رغم الحصانة، رغم كل ذلك، اضطر الديك المنفوش أن يبات في سفارة بلاده محاطا ب 400 فرد أمن مدجج بالسلاح والمدرعات التي قدمت خصيصا من السعودية في 5 طائرات مرافقة لطائرته، لتقف هذه المدرعات على باب السفارة لتحميه. لأول مرة في تاريخ السعودية، بل في تاريخ أي دولة، أن يجبر زعيم على البيات في السفارة التابعة لبلاده لعله ينجو من الملاحقة. سابقة فريدة في الإذلال والرعب، وتشاء ترتيب القدر أن يكون ملاذه الوحيد في الأرجنتين السفارة، والتي كانت نفس المكان التي أزهقت فيه روح جمال خاشقجي وقطع في اسطنبول. ما كان ربك نسيا. جاءت القمة وشاهد مئات الملايين في أنحاء العالم كيف تعامل العالم مع ابن سلمان. شاهد العالم كيف تقيم وسائل الإعلام السعودية الأفراح والليالي الملاح لأن بوتين سلم على ابن سلمان. مجرد سلم عليه فانطلقت أبواق النص، مع أنه كان سلاما يليق بزعماء العصابات وصفا وفعلا إذلال ومهانة. شاهد العالم كيف لقن ماكرون، والذي كان شاهدا وفاعلا وناصحا لابن سلمان في قضية اختطاف سعد الحريري، شاهدنا درسا قاسيا من ماكرون لابن سلمان على رؤوس الأشهاد. قلت لك بطل وقت الحريري، بطل غباء، هسمع كلامك خلاص. انت ما بتسمعش، من النهاردة هسمع كلامك. منتهى الإذلال والمهانة. كانت قمة العشرين في الأرجنتين هذه المرة جديرة بأن يطلق عليها قمة النظرات الصامتة. النظرات المختلسة كانت غير مسبوقة، فالنظرة من الراعي الأمريكي إلى الأضحية التي يحميها من الذبح، أو فلنقل أنها نظرات العاشقين واللذين يظنان أنهم يخفيان قصة حبهما عن العالم، ونظرة كانت هناك بين من أظهر الجريمة للعالم وبين المجرم، وكانت هذه النظرة عنوانا لوسائل الإعلام التي رصدت انتقاما وعداوة أبدية من المجرم تجاه من عراه أمام العالم. وبقي مشهد الوداع حاضرا بعدما التقطت الصورة الجماعية، والتف الزعماء حول بعضهم يتبادلون أحاديثهم المعتادة، وانسل المجرم بعيدا تطارده جرائمه كالمنبوذ الذي يتحاشى الآخرون الاقتراب منه علانية، لعلهم يغسلون ثيابهم المدنسة بالخطيئة المشتركة بينهم وبين طالمون شارو سر. وما بين النظرات والقنصلية ومشهد الوداع غابت شمس القمة، وعاد كما ذهب شخص ما بخفي حنين. الله غالب.